صورني لي. كثير من اللاجئين السوريين في المخيمات التركية يجمعون على أن ما بات يعرف بالربيع العربي قد غير في حياة الشعوب العربية وحياتهم، وفتح لهم آفاقا جديدة نحو الديمقراطية وحرية التعبير التي كانوا محرومين منها، لا سيما في الدول التي شهدت انتفاضات ومنها سوريا. صار الفرد العربي يشعر بحريته. قبل الثورات العربية كان الشعب العربي كله مكبوت، ما فينه يحكي كلمة ضد شخص، ما ضد نظام، ضد شخص بالنظام ما فينه يحكي كلمة. حاليا الحمد لله صار الإنسان بيعبر عن رأيه، بيعرف يعني مارس نوع من الديمقراطية اللي كنا محرومين منها حوالي 40 سنة. 40 سنة نحن ما كان لنا أي حق في أي كلمة أو أي فعل إلا بما يملي النظام على الناس. ويجمع اللاجئون السوريون الذين يعيشون الشهر 21 من انتفاضتهم على أن نظام الرئيس بشار الأسد راحل عاجلاً أن آجلاً، على الرغم من تقاعس المجتمع الدولي عن دعم ثورتهم حتى الآن كما يقولون. إن شاء الله يعني بشار الأسد بدي يزول يعني بهالفترة القريبة، طبعا بفضل الحكومة التركية، الحكومة التركية هي مع الشعب السوري الحمد لله. يعني روحة بشار ما هي مفيدة قد ما نحن نستريح مع بعضنا يعني. والشعب كله عم يستنى لبشار، نحن بشار ما عم بحاربنا. نحن دول العالم كلها عم تحاربنا. وبعد مرور نحو سنتين على الثورة السورية، لا يزال نزوح السوريين الفارين إلى تركيا مستمرا. ويقول المسؤولون الأتراك أن بلادهم من أكبر المتضررين من الأزمة السورية. ويأملون أن تنتهي تلك الأزمة في أسرع وقت. الدول المجاورة لسوريا تضررت من الأزمة في ذلك البلد، فنحن في تركيا تضررنا أكثر من غيرنا، فقد كانت لنا علاقات تجارية مهمة وكبيرة مع سوريا ودول الشرق الأوسط، لكن وللأسف فإن أبواب التجارة مع هذا الجزء من العالم مغلقة اليوم. وتقول الحكومة التركية إنها صرفت أكثر من نصف مليار دولار من ميزانيتها على اللاجئين السوريين، وعلى الرغم من الوعود الدولية بمساعدتها على إيواء اللاجئين، فإن الدول أو المنظمات التي التزمت بوعودها محدودة جدا. إذن ومع اقتراب الثورة السورية من ذكراها الثانية، يتمنى اللاجئون العودة إلى ديارهم، وتتمنى تركيا أن تنتهي الأزمة السورية كي تنفتح أبواب العالم العربي أمامها من جديد. من اسطنبول عبد الناصر سنجي، BBC.